كما يقولوا نائب رئيس حاجه مليحه راح تفتح له بيبان واحد اخرين وتخليه اكثر فاكثر يعني يدير علاقات مع الاتحاديات تاع شمال افريقيا اللي راح يحتاجهم اونسي جامي تكون يعني من القدام ان شاء الله تكون عنده نيه باش يترشح الى اي منصب في الكاف. هذا الاتحاد تاع شمال افريقيا راح يكون له سند هو راح يخلف يعني رئيس الاتحاد المصري جمال علام. يعني مش سهل انك تكون خليفه لعنصر بارز في كره القدم الافريقيه المصريه. جمال علام انسان كما نقولوا معروف على الساحه الافريقيه وكما يقولوا المسؤوليه راهي كبيره على يعني كما يقولوا على وليد صادي. نتمنى له ان شاء الله كما يقولوا النجاح. هذه راح تفتح له بيبان واحد اخرين ان شاء الله. وما يخفاش عليك باللي اتحاد شمال افريقيا كنا غايبين فيه حنا بيان سير كنا في غياب لقجع جوستوم. العلاقات كانت متوتره شويه مع الشلماني واللي هو عضو بارز وما يخفاش عليك باللي دار دي موندا ومازال عنده كما يقولوا مازالوا في لاكاف. نظن قلت لك هذا الاتحاد الشمالي الافريقي با سيرفيس بوكو بلوس يعني باش وليد صادي يزيد يطود العلاقات مع رؤساء الاتحاديات. وما يخفاش عليك باللي هذا قلت لك هذا الاتحاد الشمالي الافريقي هذا اللي حيفتح له بيبان تاع الكاف اللي راح تكون بالك ترشح في اللجنه التنفيذيه يعني فيها بزاف صوالح ملاح. انا نتمنى هذا يعني الانتخاب راح يفيد الجزائر مستقبلا ان شاء الله. نتمنى له النجاح ومدى بينا يكونوا العلاقات باسكو باش تلحق في منصب حساس في لاكاف لازم علاقاتك مع جيرانك قاعد تكون مليحه. اذا انت دوك ما تهضرش مع الشلماني والاخر ما عاد ما يهضرش مع هذا ما نظنش باللي راح تافونسي. مي هكذا قلت لك تكون الشبكه تاعك ديجا جيرانك الحاجه الاولانيه تعاود دير معهم كما يقولوا العلاقات باش بور افونسي لقدام. زير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.